بقى موضوع الثانويه العامه بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لي في اول السنه بصراحه ما كنتش خايفه اني ادخلها، وكنت دايما بسمع كلام ان هي سنه زي اي سنه، فكنت داخله فعلا ان هي سنه زي اي سنه لحد ما بدات ادخل المدرسه، فبدا الوقت اللي انا بذاكر فيه اللي هو الصبح اتشغل كله، فبدات احس اني بقع وكده، وجيت في شهر 11 خلاص مش قادره اكمل السنه، قعدت ريحت شويه، وبعدين رجعت تاني لحد امتحانات التجريبي مع المدرسين، بعدها حسن وخلاص مش بدأت أقل، فبدأت أخاف، رجعت تاني في شهر 3 قوم شوية، وبعدين 4 و5 كانوا أصعب شهرين بصراحة عدوا عليا، كنت حاسة أن خلاص مش حتى مش هجيب مجموعة ألسن اللي أنا كنت عايزها، لأ كنت هجيب مجموعة أداب، فكنت خايفة لحد ما بدأنا الامتحانات. أول امتحان رجع لي الثقة شوية، وبعدين بس عديت امتحانات ما كنتش بفكر في حاجة غير أن أنا بمتحن وعايزة أذاكر عشان الامتحان وخلاص، بعدها كنت مطمنة شوية لحد ما بدأت النتيجة تتأجل، فبدأت أخاف تاني وأحس أنه مش هحقق اللي أنا عايزاه. بس أنت لما جالك خبر أن طلعت الرابع مقرر على الثانوية العامة، سمعت الخبر إزاي؟ ما كنتش موجوده في البيت، ومامتي واختي كانوا في الشغل، وبابا كان موجود هنا بس كان نايم، فانا ما كانش حد يوصل لي خبر من اهلي خالص، وكنت انا بره، فصاحبتي كلمتني، كنت مستنيه بصراحه حد يكلمني، ولما ما لقيتش حد يكلمني قلت خلاص مش اوائل، فلما صاحبتي كلمتني وقالت لي ما تخافيش هتطلعي اوائل ان شاء الله، قلت لها لا خلاص الساعه 11 وما حدش كلمني والمؤتمر هيبدا فما فيش حاجه، كلمتني بعدها وقالت لي انت الرابع، فكنت هناك مع الميس بتاعتي بصراحه كنت هقع فعلا، كنت قادره اقف، وهي اللي قعدتني وهي اللي هدتني وقالت لي بالراحه لحد ما طلعت للمدير واتاكدت من الخبر. بس مبتدا.com